بونسوار معاكم مدام رانيا حميده في الفيديو ده ان شاء الله هنحل الاكزرسيس على يونيتي في منهج بارلي فرونسي كاتريام اخذنا الوحده الاولى الشرحه كانت بعنوان لو بوكي اتكلمنا عن البوكي دو فلور الشوفال مونجي لو بوكي. اكل البوكي والبنوته اللي كانت موجوده فيه كانت عامله مفاجاه لمامتها والمفاجاه ان تعمل لها بوكي دو فلور بوكي ورد وان هو كان فيه شوفال اكل الفلور فده الاكيرسيس على اليونيتي بقى ضامن اسئله او يعني جايب اسئله كتير جرامير وعلى الحاجات اللي احنا قلناها منها حاجات جرامير زياده هنرجعها سوا كده من فضلكم لايك وشير للفيديو عشان اكمل معاكم باقي الفيديوهات تشجيع ان احنا نكمل شرح باقي المنهج ان شاء الله اول كيسيون بيقولي لي اخري دو ان انا هكتب طبعا ام يعني اول واحد رقم واحد نمرو ام اتنين هتبقى دو كده ان دو تلاتة تخوا ان دو تخوا اربعة ان دو تخوا كتر طبعا لو انا لازم اكون حافظ الارقام دي لان انا اصلا واخد اكتر من كده مفروض ان انا عارف اكتر من كده كتر ها سينك ان دو تخوا كتر سنك سيس ستة سيس ست. ست سبعة ست ومش سبت لا اسمها ست ويت ويت اهي ويت نف تسعة نف عشرة ديس انا مفروض ان انا عارف اكتر من كده ديس اوكي النمر اللي تحت نفس الفكرة بقى يعني مثلا هنا هقول هقول ان هنا يعني مثلا ان دي رقم هاخد ايه من فوق بقى زي ما كتبنا وخلاص نفس الكلام فوق هنبدا نحل بقى الجرامير بيقول ال فا ولا فا هقول طبعا ال بتاخد فا الثانيه ال فا لازم اكون حافظ لوفر بقى ليه لو بيقول ايه Je vais tu va il va elle va". طيب تيجي نكتبه احسن لو فيرب بيقول جو في جو في tu vas il va elle va nous allons بمعنى al يذهب nous allons vous allez ils vont. و ال فون يبقى انا اشوف جايب لي برونومين واروح اختار طيب نكمل تو هياخد جو لاخرها او اس تو جو مع تو باخد الفيرب اللي بينتهي بالاو اس لو هو بريمي جروب مجموعه اولى اوني ليفل او ار وباخد مع الجو لأخره او e". مع تو اخرها او اس ال و ال او e". مع النو بدور على الفيرب اللي اخره او ان اس مع الفو او زد ال افيك اس و بدور على الفورب اللي اخره ent. طيب اللي بعده ال افيك اهي فانا هاخد اللي فيها او ان فيزيت ال هاخد اللي اخرها اي تي ده بقى دوزيام جروب مجموعة تانية يعني ايه يعني بلاقي الفورب فيها اخره اي er. ار بينتهي كده بايه بالاي ار er. فانا بروح اشيل الاي ار er. واحط حاجات تانية ايه اللي انا بحطه مع الجو باخد اللي اخره اي اس مع تو اللي اخره اي اس ال اللي اخره اي تي مع النو نهايه طويله كده اللي هي شبه دي كده اي اس اس او ان اس طب مع الفو باخد اللي اخره اي اس اس او زد طب مع ال ال افيك اس وال افيك اس باخد اللي اخره اي اس اس او ان يبقى انا اشوف برضو البرونو جاي مين واختار على اساسه النهاية اللي أنا ماشية معاه صاحبه كل verb أو كل برونو الفيرب ليه نهاية صاحبه طيب هنشوف كمان اللي بعده لو بانطالون ايه هاخد الأولى دي لأن ده verb أتر مع إيل وقال فو قلنا هناخد او زد ده verb أفوار فو زافي طيب جو هدور على اللي آخره ايه أس التانية دي مع تو نو no. قلت هاخد اللي آخرها إي أس أس او اس فو هياخد اللي اخره زد هنا فيرب فير هيبقى فون فون هكمل اه لو فيلم هياخد كومونس كومونس الاولانية كومونس لان لو فيلم كأنه إلا فانا هياخد اللي اخره اه. جو بار هياخد اللي آخرها اس جو بار جو بار ده فيرب بارتير هيبقى بار جو بار il avec إس سون إل sont فيرب أترك إل سون مي كأنهم إل أفيك إس فأنا هجري أدور على آخره أو تي طيب إل أفيك إس فيرب أفوار إل زون إل زون مامير هاخد اللي آخرها أو لأن مامير كأنها إل طب اللي بعدها tu هدور على اللي آخره إس طيب جولي كأنها إل فأنا هاخد في اللي آخرها إي تي إيه اللي بعده هياخد اه لان فيرب اوف وارب مع إيه كانه ايل فهياخد اه نو هدور على اللي فيها او ان اس نو السؤال اللي بعد كده بيقول كونجيغلي فيرب او بريزون تصرف الفيرب ده في البريزون لازم اكون حافظ فيرب prendre هيكون تو برون اخرها اس كده فينير هقول فو فيني فو كدا كده فيرب الي افيك نو نو زالون نو زالون فيرب مونجي افيك احمد هتبقى مونج اخرها او euh, لان احمد كانه ايل فانا بشيل الاو ار وبعدين احط او جو فولوار يبقى جو فو بيتحول ل فو كده جو فو فيرب فولوار جو فو جو فو لازم الافعال دي اكون حافظه جو تو بروند تبقى تو برون فينير تبقى فو فيني نو احمد مونج جو فو الكيسيون بعد كده اتفقنا عن الارتيكل بقى لازم اكون حافظ كلمه فرير كلمه ماسكولان تاخد ام احمد اه ام فرير احمد عنده اخ لينا اه اون سور لينا دي عندها اخت جي بلوريال اهي كريون اخرها اس فانا هاخد دي دي كريون تويا تروس اتفقنا ان مقلمه فيمينة إين تخوس، سي تن جارسون، إين جارسون اين يبقي ولد تاخد إم، سي دي في، البلوريال تاخد دي، إليا رجل مسطرة زي مقلمة، راجل فمينا مسطرة ومقلمة، فيمينة راجل وتخوس تاخد إين، فاطمة دي روب، آه دي روب، يعني عندها فساتين، البلوريال تاخد دي، هنا هكمل بلولا. فانا هقول لو كريون لو كريون لو الا بوترف كومونس بار طابل تاخد لا طابل امي تاخد لي زامي محدش يقول لي في فوييل هقول لك في بلوريال محدش يقول لي في حرف فوييل هقول لك ان هي بلوريال ليفر هتاخد تاخد لو كاي هتاخد لو ارموار الا بوترف فاش تاخد لي افيون الا بوترف كومونس بار بيغو تاخد لو فوتاي برضو لو بوم تاخد لي هنا برضو هكمل بإن و إون ودي ليفر هتبقى إن ليفر إليفون بلوريال هتاخد دي دي ديزيلفون بلوريال خلي بالك اخرها اس إيكول هتاخد إون إونيكول هنا مفيش حاجه للبلوريال هنا إن و ودي سوري مفيش حاجه للفويال في بس ماسكولا ولا فيمينا ولا بلوريال كلمة فاش كلمة فيمينا تاخد اون فاش اورانج تاخد اون اورانج اون اورانج بانان بلوريال هتاخد دي دي بانان جارسون هتاخد ان جارسون ولد ان جارسون ان جارسون كاي هتاخد دي دي كاي دي كاي بلوريال جوب برضو بلوريال تاخد دي دي جوب في هتاخد اون في هي بنت تاخد اون اللي تحت هكمل بالارتيكل ديفيني اللي هي لو ولا فهقول لا تخوس اتفقنا ان هي فيمينا الفيمينا ياخد لا ومن الادوات التانية ياخد اون الماسكولان ياخد لو ومن الادوات التانية ياخد ان البلوريال اه ما تاخد ليه ومن الناحية التانية تاخد دي حسب ما هو يقول لي بقى كلمة تاي هقول عليها لو تاي أرموار هتاخد إلا أبوستروف هنا بقى فيها لو حاجة فويل تاخد إلا أبوستروف لو ولو إلا أبوستروف ولي للفويل إلا أبوستروف أوزين هنا بلوريال أهي لزوزين أهي إيكول كمونس بار فويل فتاخد إلا أبوستروف لكل طابل فيمينا تاخد لا طابل ولو كان جايبها بآن وإن تاخد إن طابل لولي مسكولون ولو كان عايز التانيين كنت أقول آن لي ستيلو بلوريال تاخد لي ستيلو بانتالون هتاخد لو بانتالون ماسكولو غوم هتاخد لا غوم قلنا غوم فيمينا كيسيون اللي بعد كده بيقول كريون اي سور سور لو ليفر على الكتاب لو ليفر جو مونج اون اورانج ليكول مع كلمه ايكول مونا اشات دي فروي لان هي Pluriel des fruits. Je porte un pantalon. Un pantalon. Dans le zoo, il y a dans le zoo, il y a un lion, ou comme un tigre, ou des singes. Des singes. Singe, y a ni erdem, on pluriel. Et euh, il y a le truc, le truc, l'apostrophe, la la voyelle, et لا سوري ان سوري ولا سوري فار فار واحد لا سوري هنا هلعب لعبة افون وابخي قلنا افون بمعنى قبل وابخي بمعنى بعد وهو جايب لي من خلال الصور دي ليفر يعني كتاب ندور على الكتاب اهو وافيون طيارة طيارة اهي الكتاب جاي بعد الطيارة فانا هقول ابخي ابخي طيب هنا جايب الزبر وايجين ده اهو والايجين اهي فالزبر جاي الاول فانا هقول أه 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 ابري هو أه ابري او ابري طيب جميل اللي بعده أه بوم بوم اللي هي تفاحه تفاحه وأورانج بوم جاي الاول فانا هقول بعد بعد فهقول برضو ابري اتوال النجمه دي اتوال والانيمال اتوال وكان في الانيمال فوق اهو انيمال اوكي فهي جايه الانيمال جايه افون قبل افون افون رونار رونار ده الثعلب اهو وعندي الابو الابو دي اللي هي البومه البومه فالثعلب ده جاي ايه بعديها جاي بعديها فبقول ابري وهكذا هو اكزرسيس سهل يعني انا بس اشوف الصوره واحط ايه احط الكلمه اللي بعدها اشوف هي افون ولا ابري من الكلمات الموجوده قدامي هنا فهي سهلة أفون بمعنى قبل وأبقي بمعنى بعد الايماج اللي بعدها هو قايل لها بونجور مدام اتفقنا ان احنا لما نقول بونجور اكمل برضو بايه بونجور يبقى انا هكتب بونجور ميزانفا قالت له اورفوار مون شيري قال لها اورفوار مامون اورفوار اهي مامون فدي سهله جدا <applause> اخر كيسيون فري او فو على الايماج دي بتقول له بون سوار شيري قال لها بونجور طبعا لو هي هتقول له بون سوار هيقول لها بون مش هيقول بونجور بونوي بابا انا بقول له بونوي بابا لازم يرد عليا ويقول لي ايه بونوي ما بتيت فالريبونس هنا صح بونوي 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 نما فوق ينفع اقول بون سوار واقول رد عليها بونجور طبعا الريبونس غلط ده كده الاكسرسيس على انيتي ان استنوني هكمل لكم الباقي ورفوار